بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين بإحسان يوم الدين. أما بعد، نتكلم في هندسة الصرف أو الويست ووتر إنجينيرينج. عن ما هي هندسة الصرف أصلا، أو هندسة الصرف دي بتتكلم عن إيه؟ قال لك ده هو فرع من فروع الهندسة الصحية، بيهتم بكيفية تجميع المياه المخلفات المنزلية والتجارية والصناعية، وكيفية نقلها لمحطات المعالجة الووتر تريتمنت بلانتس. تمام، طيب نكمل مع بعض. وتحويلها لمواد غير ضارة على البيئة قبل التخلص منها وإعادة استخدامها. بالتالي فهي تشمل 3 مراحل. أول مرحلة اللي هي الويست ووتر كولكشن، تجميع. تاني حاجة التريتمنت أوف سيويج، معالجة الصرف. تالت حاجة الديسبوزل أو الريوز أوف تريتمنت ويست ووتر. تمام، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. يبقى أول حاجة كولكشن، تاني حاجة تريتمنت، تالت حاجة الديسبوزل أو الريوز. تمام. طيب ايه بقى الويست ووتر ديت اللي جت في الامتحان؟ مياه الصرف، اتجالك تعريف كده، مياه الصرف الصحي او الويست ووتر دي هي المياه التي سبق استخدامها. تمام، هي المياه التي سبق استخدامها بواسطه الانسان او حدث لها اي تلوث. تمام. ثاني حاجه السيور، قال لك السيور ده هو خط الصرف. يبقى ده خط الصرف دوت هو خط الصرف او خط الانحدار لتجميع مياه الصرف الصحي من الجاذبيه الارضيه بواسطه الجرافيتي. تمام، سورتس اوف سيوج. تمام، مصادر تاثير الصرف. تمام، اول حاجه الدوميستيك. تمام، او الهوم ووست ووتر. تمام، الدوميستيك دوت اللي هو بتاع الانسان. تاني حاجه الاندستريال، المخلفات الصناعيه. تالت حاجه الرين فول او الستورم ووتر، مياه المطر. تمام، والانفلتريشن او الرش او الترسيب. تمام، طيب هنتكلم عن كل حاجه على حده. الدوميستيك او الهوم ديت هي المياه الناتجه من التجمع السكني زي مياه الحمامات والمطابخ والصناعات الصغيره والحرفيه اللي موجوده في التجمعات وصرف المناطق التجاريه بيه. تاني حاجة الاندستري بقى، لو منطقة صناعية ودي مياه الصرف الناتجة عن المنطقة الصناعية بتتميز بيحتوي على كميات كبيرة من مختلفة من الملوثات. تمام، وبتعتمد على نوع الصناعة المكونة ليها. تالت حاجة اللي هي الستورم ووتر أو الرينفول، دي مياه الأمطار، وهذه الكمية المياه تكاد تكون نظيفة بس هي بتحتوي على بعض الأتربة، ذرات الأتربة، بالإضافة لبعض المواد نتيجة غسيل الشوارع. الانفلتريشن بقى، عملية الترشيح، دي مواد المياه تدخل في نظام الصرف من خلال العيوب الموجودة في وصلات المواسير أو مسامية مواسير الصرف الصحي ذات نفسها. تمام، وبعد كده نتكلم عن الجنرال فلو اوف فلوراين اوف ووتر، المسار العام لمياه الصرف الصحي. أول حاجة الصرف عكس الايه، عكس التجميع. أول حاجة بتجيب من الشبكة لمحطة الرفع، ودي محطة المعالجة تودي على الدرينز أو المصاريف بتاعتك. تمام، طيب السؤال بقى هيجي يقول لك لماذا يتم عمل المعالجة أو الووتر تريتمنت بلانت؟ طيب ليه واي ويست ووتر تريتمنت أو ويست ووتر ماست بي تريتد؟ ليه بنعالج مياه الصرف الصحي؟ عندك عدة أسباب. أول سبب وذلك أنه طبعا من عشان نتفادى كل المشاكل اللي جايه دي، بذلك لانه في حاله عدم معالجه مياه الصرف الصحي فانها تسبب عده مشكلات. اول مشكله تلوث لف يا عم، تلوث المجرى المائي المستقبل لها. تاني حاجه يعني تلوث الانهار او الدرينز اللي هتستقبل الحاجات دي. تمام، المصارف اللي هتستقبلها. تاني حاجه تصاعد كميات كبيره من الغاز كريه الريحه. تالت حاجة تحتوي مياه الصرف الصحي على كائنات بكتيرية دقيقة، ودي اللي بتتكاثر بتكون مسببة الأمراض زي البعوض أو الناموس والحاجات دي. رابع حاجة نتيجة الأكسدة، المواد العضوية الموجودة في المياه مياه الصرف الصحي تنخفض نسبة الأكسجين في الماء الذاب، ما قد يؤثر على الكائنات الحية. زي ما هنتكلم قدام إن في بكتيريا بتتغذى على الأكسجين، دي بتمنع الريحة أو بتقلل الريحة بتاع المياه الصرف الصحي. بعد كده قد تحتوي مياه الصرف الصحي على كميات من المعادن الثقيلة واللي تعتبر سامة. تمام، طيب نتكلم بعد كده عن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، وده سؤال مهم. مراحل معالجة المياه، أول حاجة المرحلة التمهيدية، تاني حاجة المرحلة الابتدائية، تالت حاجة المرحلة الثانوية، رابع حاجة المرحلة الثلاثية أو المعالجة الثلاثية. تمام، اول حاجة المرحلة التمهيدية أو البرايماليتي تريتمنت. تمام، دي بيتم التخلص فيها من المواد الطافية، الحاجات الكبيره اللي بتبقى على السطح دي، وجزيئات الزيوت والشحوم وحبيبات الرمال والاتربه. تمام، تاني حاجه المعالجه الابتدائيه، البرايمري بقى تريتمنت.
دي بيتم فيها التخلص من الجزيئات العضويه وغير العضويه القابله للايه الترسيب. ثالث حاجه المعادله السنويه، المعالجه السنويه او البيولوجيه او بيولوجيكال تريتمنت، دي بيتم فيها التخلص من المواد العضويه غير القابله للترسيب الموجوده في مياه الصرف الصحي باستخدام البكتيريا اللي بتعيش على مياه الصرف ايضا. تمام. طيب المعالجه الثلاثيه تريتي 30 تريتمنت، بيتم فيها التخلص من بعض العناصر الموجودة في مياه الصرف الصحي زي النيتروجين والفوسفور المعدن الثقيل. تمام. طيب نخش بقى نتكلم عن ضخ مياه الصرف الصحي ومعالجتها وانواع انظمة التجميع. تمام. طيب انت عندك اول حاجه كوليكشن سيستم، بتجمع نظام التجميع بمجموعه من المواسير او السيورز لبعض المحرقات فيها زي المانهولز او المطابق والعديات الجانكشنز، والغرض منها تجميع مياه الصرف الصحي على كامل مساحه التجمع السكني ونقلها لمحطات الرفع او المعالجه. اول حاجه في نظام التجميع اللي هي السبريت سيستم، نظام التجميع المنفصل، دي بيتم فيها تجميع مياه الصرف الصحي منفصل عن مياه الامطار وبيتم عمل شبكه منفصله لكل منها، ودي لها مميزات وعيوب. اول ميزه ان هي حجمها حجم المصيفية صغيرة. تاني حاجة اقتصادي في التجميع والضخ. تالت حاجة بيقلل التلوث والمعالجة كذلك، بس عيب ان ايه سرعة المياه في المصيفية صغيرة عشان تصرفات قليلة، ديسشارج قليلة او ضعيفة. تاني حاجة بيتم عمل وصلتين لكل منزل وتوجد في الشارع شبكتين في الشارع، فمكلفة، تكلفة الصيانة مرتفعة لانك بتصين شبكتين مش شبكة واحدة. تاني حاجة او تاني نوع الكومباين سيستم، انك تقدر تحط الاتنين مع بعض وخلاص، فده بيعمل ليه مميزات وليه عيوب. اول ميزة تخفيف الحمل العضوي، وتاني حاجة نظافته اسهل عشان قطره اكبر او قطر المسؤول اكبر. تالت حاجة اقتصادي في انشاؤه عشان هي وصلة واحدة بس وخلاص للبتاع. له عيوب كتيرة بقى، اول حاجة كمية الحفر كبيرة عشان كل الامطار كبيرة. تاني حاجة في حد عدم سكوت الامطار بيكون التصرف صغير وبالتالي يحدث ترسيب عشان السرعة قليلة. تمام. تالت حاجة زيادة التكلفة، هو تكلفة المعالجة والضخ، وان تسكت كميات اكبر من الامطار بيحدث اوفر فلو على المحطة ويتم صرف جزء غير معالج الى المصارف. تمام. والستورم سيستم، تاني حاجة بيتم تكافيها امطار المياه فقط، وديت الصورة اللي احنا قفلت بيها حاطينها دايما على الباك جراوند الفيديو بتاعنا. ده سيستماتيك ديجرام اوف تيبيكال كومبايند سيستم سيورج سيستم. تمام. وعندنا باترنز، وده سؤال من برضو قد باترنز او الاشكال او بلانينج اوف كوليكشن سيستم. عندنا الراديال سيستم، تاني حاجه الهوريزونتال سيستم، تالت حاجه الفلات سيستم، رابع حاجه البربنديكولار سيستم، خامس حاجه الفان سيستم. نوريك اشكالهم بقى. الراديال سيستم هو بالشكل دوت، سواء كنت عندك مسطح طالع او مسطح نازل ايا كان بقى. و شكرا لكم بقى عشان التليفون هيفصل او المساحة اتملت، فكفاية لحد كده، وان شاء الله نكمل في فيديو قادم ان شاء الله.